على فصل الخريف، وطبعا المكياج مدته بتختلف من سيزون للتاني. النهارده هنعمل لكم مكياج بملامح الخريف 2012 2013، يعني كده هنعمل لكم مكياج باجواء الخريف. معانا النهارده ومشرفانا خبيره التجميل ريهام جهاد. اهلا بيكي. اهلا بيك. على ايه؟ الحمد لله تمام. نتكلم شويه بقى عن الاختلاف بين مكياج الصيف ومكياج الخريف. اوكي، الصيف طبعا الوان اكتر، بخريف بنبقى داخلين على الشتاء، فشوية الألوان بتقل من عندنا، يعني مش بتقل، بتبقى موجودة بس ما تبقاش برضو مترقعة. مترقعة بالظبط قوي، بس بتبقى عندنا ألوان. والألوان بندخل كمان، يعني اللون مثلا في الصيف اللي كان فاتح قوي، يعني مثلا بينك فاتح قوي، في الخريف وفي الشتاء بيبقى هو نفس البينك بس بيبقى بدرجاته الغامقة. عندنا الألوان الأورنج والبينك والأحمر بكل درجاته معانا في الخريف السنة دي، الخريف والشتاء. وده طبعا بيبقى للميك اب، مش العادي، مش الصبح، يعني ما ينفعش الصبح نبقى نازلين حاطين روش قوي او كده، بيبقى كله ناتورال. احنا اللي بنتكلم عليه اللي هو في السواريهات، واحدة فرحها، الميك اب اللي ممكن نحط فيه، يبقى عندنا باليتة الوان واسعة ونحط الوان يعني. تمام. طيب ريهام، كل سيزون بيكون في حاجة موضة، يعني كل سنة بيكون في موضة نازلة معينة. خريف 2013 ايه اللي نازل فيه بقوة موضة؟ بس بموضة النازل جدا في الخريف ده ان احنا رموش، رموش لازم نركز عليها، سواء رموشنا الطبيعية حلوة او نستعين برموش اكسترا، بس ده طبعا في الايفنتس او المناسبات، او الماسكرا بتاعتنا تبقى مكثفة. ده من ملامح الخريف، ميك اب الخريف جدا. والروج يبقى واضح، يعني ما يبقاش بادي روز اللي هو تقريبا لون البشره او كده، لا خالص، يبقى واضح ان احنا حاطين روج. والعينين ما يبقاش فيه شيدز كتيره، ما يبقاش فيه، يعني ما نروحش للسموكي ايز مثلا، لا نروح لحاجات النود كولر اللي هي من الوان الجسم، بينك على بيج، على الحاجات اللي هي الوان الجسم اللي تنفع الاي شادو يبقى بلاش، وينفع يبقى اي شادو، يعني الوان اللي هي الطبيعيه جدا. ريهام، ده هيبقى الصبح وبالليل ولا في اوقات معينه؟ يعني مثلا رموش التقيله قوي عادي تلاقي من الصبح؟ لا طبعا، بس يعني اذا كان واحده مثلا ما بتحطش الصبح ماسكرا تحط الصبح ماسكرا، لو واحده بتحط ماسكرا الصبح هتبتدي تكثف الماسكرا او تجيب ماسكرا بتدي فوليوم اكتر. لو بالليل ممكن نحط رموش خسل او رموش كامله تبقى ظريفه جدا يعني. طب بالنسبه للرموش برضو هنكمل حكايتها، في رموش انواع، طبعا، في اللي هي بتحط، عايزين نعرف انواعهم وكل واحده تحط ايه المناسب ليها. طيب اوكي، في رموش خصل اللي هي بتبقى تقريبا ثلاث رموش مع بعض دول بيتحطوا، وفي رموش اللي هي الكامله اللي هي بتبقى خط كامل اللي هي متعارف عليها اللي هي من زمان جدا، واتطورت بس الماتيريال بتاعتها، بس هي الستايل بتاعها قديم اللي هي بتبقى خط واحد. خط واحد، وفي رموش ماسكه في الخط ده وبتتحط كلها مره واحده، وفي رموش اللي هي الثابته اللي هي مثلا بتقعد 6 شهور بس كل اسبوعين او 3 اسابيع بيتعمل لها مينتيننس، يعني بتبقى شعر فعلا شعر طبيعي، بتبقى بتحط شعر واحده واحده يعني بتعمل لها مينتيننس او بيتعاد عليها كل اسبوعين، دي بنقوم بيها وبننام بيها وبتفضل معانا يعني عادي. بتبقى ثابته وقت معين وبعدين خلاص. بالظبط. طب انت 6 شهور مش وقت معين، وقت كويس. طب البنت او انت يعني تنصحي البنات انهي نوع رموش بالظبط اللي يستخدموه؟ اللي هو هيومن هير، يعني مش شعر طبيعي، وما بيبقاش بينمع، يعني في حاجات بتبقى بلاستيك وانواع وكده بتبقى بتمنع، بتلمع وبتبقى باينه جدا، وهي بتغمض وتفتح تحس ان ضال قوي يعني. تمام. طب احنا كده النظري، هنكمل نقوم عملي مع عملي. النظري، يلا بينا. النهارده تقريبا انا عامله اغلب الميك اب بره، بس هنستخدم حاجه تكنيك جديد جدا في الفاونديشن، ان احنا بنحط كريم الاساس بالاير براش او عن طريق الهواء. انا دلوقتي بخلط الالوان. هنبتدي الاول نتكلم عن الفاونديشن. ما هو الفاونديشن هنبتدي نحطه النهارده بطريقه مختلفه شويه، مش بسبونج او مش بالطريقه الطبيعيه العاديه بتاعتنا. في طريقة جديدة انت جايبها لنا معاكي، هي دي اللي هنعرفها دلوقتي. طبعا بالظبط. وفي حاجة بتزن جهاز. جهاز. طب ممكن تشرح المشاهدين الجهاز عبارة عن ايه وبيعمل ايه؟ الجهاز ده هو اللي بيوزع الفاونديشن او كريم الاساس، بيبقى عن طريق الهواء بيتحط. انت يعني هو هواء هو بيطلع في هواء، في الكريم الاساس نفسه بتحطي جواه الكريم. بالظبط كده،
وهو بيتوزع وبيبقى طبيعي جدا. يعني هو كده بيطلع كريم على وشها. بس انا مختارة نفس اللون، اغمق درجة بس، مش اغمق يعني، مش افتح، بس نفس لون بشرتها بالظبط. طب كلميني شوية عن الجهاز. الجهاز ده هو عبارة عن هواء بيطلع الفاونديشن، بيوحد لنا لون البشرة. مناسب اكتر يعني، معظم الناس بتستخدم للفاونديشن يا اما فرشة يا اما سبونج. بالظبط، ده احدث حاجة احدث حاجة دلوقتي ان نزلت. هو يتعمل عن طريق الهواء. عارفة زي الفرق ان انت بتلوني مثلا بفرشة او بسبراي، يعني السبراي طبعا بيبقى اكتر. تمام. طب نتكلم برضو عن الفاونديشن وانواع البشرات وايه الالوان، البنت البيضاء اللي عليها ايه والسمراء اللي عليها ايه. لو اتكلمنا عن احنا بنلعب في نفس تون البشرة، يعني ما بنعملش اغمق ولا افتح، يعني بنحط نفس الدرجة نفس الدرجة تقريبا. يعني يقال، يعني ناس كتير بتقول لون ده بشرتك جيبي درجة اغمق حطيها. اغمق ده لو هتتصور، لكن لو عروسه يعني، ما بصي احنا مش عندنا ثقافه ان احنا نغمق بشرتنا عشان يبقى شكلنا عندنا احلى، ثقافه تفتيح على ان طول. احنا عايزين نفتح على طول، طول الوقت عايزين نفتح اكتر. فاحنا بنعمل نفس تون البشره بس بنعمله على بينك، مش مثلا مش على ابريكوت زي السنين اللي فاتت او كده، فبيبقى البينك عندنا اظرف، يعني بيدي البشره شكل وردي، نفس تون تونها، يعني نفس لون بشرتها، مش افتح ولا اغمق، بس يبقى على بينك شويه شويه، مش قوي، ما يبقاش واضح، يعني ما يعني يبقاش باين ان شوية بيدي نضارة وشها للبشرة. بندي نضاره للبشره بالظبط، بدل البلاش اول اوفر. يعني كان فتره طالع ان احنا نحط الفاونديشن وبلاش اول اوفر. البلاش بعد ما بنحطه بس على الخدود، بنحطه على بقيه الوش عشان يدينا اللون الورد. فدلوقتي استغنينا عن ده وبقينا بنحط في كريم الاساس بس، يبقى هو نفسه لونه وردي شوية. طب هل الجهاز ده فعال، يعني بيوزع نفس طريقة توزيع السبونج أو الفرشة؟ أحسن أحسن، لأن السبونج يعني لو أحسي، والكمية قد ايه اللي اتحط جواه يا ريهام؟ يعني مش قادرة أقولك، يعني أنت واخدة بالك منه؟ أنا واخدة بالي. هو كمان متوزع صح؟ طبعا. اصل بصي، السبونج او ايدينا او فرشه ليها تكتشر او ليها ملمس، فده بيبان في على الوش، لكن الهواء انت بتوزعي عن طريق الهوا، فده الطف طبعا كتير. طيب خلينا نتكلم وانت بتعملي الفاونديشن على الوان الاي شادو اللي انت مستخدماها. نوت وعموما كولر، الاي شادو اللي نازل في الخريف 2013 بصي هنتكلم في باليتة النوت كولر. النوت كولر اللي هي الوان الجسم، بس فيها على بينك شوية، فيها على بينك اكتر، فيها على بيجات، فيها على بنيات، بس انا اللي عروسه ما بحبش يبقى كله بني، بركز اكتر على اللون البينك في الاي شادو او لازم نتكلم عن العروسه او مكياج العروسه. بالظبط. ميني. وبس اهم حاجه في العينين ان احنا نحددها، الرموش نركز عليها. الجهاز ده لطيف جدا لان هو بيبقى للرقبه وللوش، وبيديهم نفس التون. انت طبعا بتشوفي الصور بتبقى مهزله، الوش حاجه حاجه والرقبه حاجه. فدي بتبقى مشكله كبيره جدا. طب عايزين برضو نعرف، انت حاطه لها رموش صح؟ اي نوع رموش انت مستخدماها؟ انا مش مستخدمه الخصل اللي تتركب على طرف الرنش. بالظبط كده. مبتدية من نص العين الرموش. بيفرق معاكي لون البشرة؟ يعني مثلا لو هي لون بشرتها فاتح، بالظبط، لو لون بشرتها غامق كنت هتستخدمي لها الوان ايه؟ ما برضو اكيد دلوقتي في البنات بيتفرجوا علينا مثلا بشرتهم سمراء، عايزين يعرفوا يستخدموا الوان عامله ازاي. طب احنا هنقسم الالوان لحاجتين، الوان ترابيه اللي هي الوان الشمس والتراب، او الهوت كولر الالوان السخنه، والالوان الكول كولر او الالوان البارده. الالوان البارده باختصار جدا هنقول اللي هي الوان السماء والبحر. انا تقريبا كده خلصت الفاونديشن، اديت لتون الوش كله تون واحد، بستنى تقريبا 3 دقائق بينشف، بحط باودر خفيفه جدا. فزي ما بقولك، الناس اللي بشرتهم قمحيه هيروحوا للالوان الدافيه اللي هي الوان الشمس والتراب. الناس اللي بشرتهم فاتحه عندهم فرايتي اكتر، ممكن يحطوا الالوان الدافيه او الالوان البارده، يستخدموا يعني كل الالوان. بالظبط كده. انا هحط روج هنا ناتشرال جدا، بينك. انا بحب الروج ده اللي هو الشيب بتاعه بيبقى كده اللي هو التراديشنال، بحب احطه هو نفسه لان اللون بيبقى اقوى، وبعد كده بحط عليه روج تاني بالفرشه،
بس هو ده معمول ان هو يتحط كده يبقى ازرف، بيطلع بتحطيه في لونه القلم اكتر نفسه. بالظبط. لان لا حتى لو جربتي تحطيه بفرشه مش هيطلع نفس اللون، نفس اللون ممكن يطلع اخف شويه. بيطلع اخف جدا وبيطلع مطفي، يعني مش بحسه بيبقى فريش كده يعني. طب ريهام برضو قولي لي، يعني انت حطيتي بس طبقه واحده فونديشن بس وهتحطي باودر، طب ده مع باودر. العروسه وهي المعروسه بتعمل مجهود ووقت كبير وفرح، ويعني بيكون مجهود في عليها كبير، مجهود طبعا. هيفضل ثابت؟ بصي، هو جمال الفاونديشن اللي انا بستخدمه ان هو بيزد اون سيليكون، يعني مش داخل فيه زيوت ولا ميه، يعني لو هي عرقت، لو عرقت الميك اب العادي بيسيح، لان بيبقى كانه ميك اب ريموفر العرق، بوظ لي الفاونديشن. لكن ده مش داخل فيه ميه ولا زيوت، لو بشرتها دهنيه عندها تي زون دهنيه ما لهاش دعوه، لان ده اللي متكون منه سيليكون، زيت السيليكون. وزيت السيليكون ده طبعا تسمعي عنه، حتى الناس المغاربه المشهورين بالماسكات وكده على طول بيستخدموا زيت السيليكون تقريبا في كل حاجه. فهو لطيف ان هي اكنها حتى ماسك، وهي حتى ميك اب مفيد للبشره وما بيروحش خالص، لان احنا جونا انت عارفه حر، طبعا واغلب الافراح عندنا حتى بتبقى اغلبها في الصيف، بيكون فمحتاجين الدنيا حر حاجه طبعا. تستحمل. يعني انت الماتيريال بتاعت المواد بتاعتك اللي بتحطيها بتفرق كمان في الشكل، وبتفرق طبعا. في مدة ان هي البشرة تستحملها. وبتتقبل الإضاءة أحسن، يعني في فاونديشن، ده لازم التريكة دي أقولها لكل البنات بقى، يا ريت. في فاونديشن بتحطيه بيبقى شكلك لطيف جدا، تيجي مثلا لو بتتصور أو قدام يطلع كاميرا أو زفت كده جدا. بالظبط، بيبقى وشكلها وشها مختلف جدا. ده ليه؟ لأن في ماتيريال مخصوصة للإضاءة، بترفلكت كل الإضاءة، الألوان اللي بتيجي عليها يعني بتعكسها. بتعكسها، فبتطلع لطيفه جدا، بيبقى شكلها في الحقيقه زي قدام الكاميرا او زي في التصوير، وما ما بنحتاجش بقاش فيه نعمل اختلاف فوتو كتير. بالظبط كده. فده عشان كده الناس البروفيشنال ميك اب ارتست البروفيشنال ابتدى الموضوع من هنا، ان هم بيستخدموا ماتيريال صح، وماتيريال للتصوير، وماتيريال للكاميرا. وده بنحتاجه جدا مع العرايس، لان العرايس دايما بيبقى فيه جزء التصوير مهم، لان هو ده طبعا اللي بيقعد بقيه العمر. بالظبط. توريهم بقى شفت انا وبتبقى مره كنت واحده ما فيهاش تعديل، يعني اي بالظبط غلطه يعني ما لو ينفعش. بالظبط. طب انا برضو عايزه اعرف حاجه انا كده بحط عن العرايس. الباودر، بحطها بحاجه زي يعني بتاعت البلاشر الطبيعيه دي. الباودر جواها، الباودر جواها، هي بتيجي كده يا ريهام هي ولا انت بتبقى بتحطي كده. جواها لا الباودر؟ هي هي بتبقى بتيجي كده، كده. واذا ما عيش عندنا بفرشه البلاشر العاديه تاخد وبنحط باودر. بالظبط. ليه ده ما بيدينيش بقى باودر كتيره قوي وكده يعني؟ طيب انا شايفه ان الميك اب رقيق قوي، يعني معظم العرايس دلوقتي، يعني لو في اي حد دلوقتي داخل على جواز، في بنوته هتتجوز، اكيد بتبقى عايزه تطلع في اجمل شكل ليها يوم الفرح، فانا شايفه ان الميك اب يعني ناتشورال قوي ورقيق وخفيف. بالظبط، في ناس بتحب تعمل ان هو يبقى اللي هو كتير يبقى قوي. كتير عشان يبقى فيه اختلاف. طب هو يعني اصل كل الناس اللي في الفرح دول عارفينها من قبل كده، مش فجأة تطلع لهم شكل تاني. بصي، الميك اب مدارس، في مدرسة بتقولك لازم نغير في الشكل ونعمل رسومات عينين قوية جدا وكده، في مدرسة بتقولك لو في عيوب هنغطيها، في مميزات هنظهر. بصي، هنبص هنا على صباعي، انا دلوقتي هحط الماسكرا على الرموش. انا ما كنتش حاطه على الرموش الطبيعيه ماسكرا، انا بحط على الاثنين دلوقتي مع بعض، الرموش الطبيعيه والرموش المستعاره. انا طبعا حطيتها قبل الهواء عشان الوقت بس، وتاخد وقتها. بمناسبة الوقت، احنا قدامنا قد ايه ويطلع الشكل النهائي يعني ليها؟ قدامنا بالظبط 5 دقايق. الموضوع سيمبل وسهل، والغرض الاساسي من الفاونديشن على فكره مش ان هو يدينا لون مش بتاعنا او لون تاني، الغرض الاساسي من الفاونديشن ان هو يوحد البشره. يعني لو مثلا في حتت حمراء في الوش يداريها، لو في حتت غامقه برضو يداريها، يخلي لنا البشره كلها تون واحد. هنبص فوق ونركز السنادي شويه على الرموش اللي تحت، يعني ما بنتجاهلهاش قوي زي السنين اللي فاتت، لان زي ما قلنا السنه دي لازم نركز على تحديد العينين، سواء من فوق ومن تحت، بيبقى حاجه خفيفه قوي. هنبص فوق، هحط جوه العين لون ابيض. ابيض، فاتح خفيف جدا. هل هتحددي لها اي حاجه؟ هتعملي اي
كحل تحت ولا بس الابيض؟ بصي كل ما كان الموضوع سيمبل انت قلتي الموضوع مدارس طبعا بالظبط كده كل حد بيختار يعني طريق معينه بالظبط كده يعني انا مثلا بحب لو صاحبتي فرحها ابقى داخله عارفاها مش اللي هو تاني. انا دخلت قاعه غلط او كده لا ده انا بحبها وهي بتبقى مستريحه اكتر وبتتعامل بحريه اكتر لكن اللي حاطه ميك اب شويه زياده بتبقى قاعدة كل ما يجي حد يسلم عليها تحسي في عينيها نظرة هو انتوا عرفتوني طب كده كويس ده يعني لو عايزة تعمل نيو لوك او حاجة مختلفة تعملها في يوم غير الفرح يعني ده رأيي لكن الفرح هي عايزة تبقى في احلى صورة هي ممكن تبقى عليها بس تبقى هي برضه يعني الميك اب ده سواء العروسة كانت في صيف او شتاء احنا دلوقتي يمشي مع الاثنين؟ ده اكتر يعني صيف او شتاء ده احنا فترة الخريف شوية بس احنا برضو لسه يعني لو عروسة فرحها النهاردة انا هعتبر ان احنا صيف لسه صيف لسه بالظبط لا لسه ما دام ما فيش كم او كده كده فاحنا هنعتبر بالنسبة ان لنا صيف. صيف يعني هي كده تقريبا ده خلاص انت خلصتي بالظبط كده هعمل بس حاجات بسيطة في الروج كل ما الموضوع كان سيمبل اكتر كل ما كان احسن يعني يعني مثلا لو عروسة عاملة فرحها اوت دور فده مناسب جدا ان هو يكون اوت احنا دور كده خلصنا خلاص طبعا يا شباب انتوا شفتوا شكل البنات اتفرج علينا مش الشباب بقى شفتوا شكل النهائي العروسه ما شاء الله جميل والميك اب يعني ناتشورال جدا مش وبجد محتاجين ان احنا علمتينا حاجات نعمل جديده ريهام جهاد خبيره التجميل احنا بنشكرك جدا لوجودك معانا النهارده وان شاء الله تشرفينا تاني شباب الفقره الجايه فقره مواهب عايز الشباب استنونا تحية لكل مشاهدين روتانا مصرية في كل مكان اللي بيتابعونا كل أسبوع في ريد كارتن أبرز الأحداث والمهرجانات الفنية وتكريمات جديدة على شاشة أم الدنيا روتانا مصرية